مشاهدينا رجعنا لكم من جديد في فقرة بيئتكم. اليوم هنحكوا على نبتة أكيد الوطن العربي كله يحبها، وخاصة الدول المجاورة لليبيا وليبيا أيضا. خلوني قبل كل شيء نرحب بضيفتي اللي هتحكي لنا أكثر عن النبتة هذه ونعرفه بالنبتة، رافيلا صغيب. مرحبا، أهلا بيك. كيفك؟ نورتينا اليوم. مرسي وجودك. اليوم هنحكوا على الملوخية. صح. أوكي، احكي لنا أكثر عن الملوخية. مزبوط، رح نحكي اليوم عن الملوخية يلي مثل ما بنعرف هي كتير معروفة بأنحاء الشرق الأوسط، معروفة عندكم بليبيا هون بلبنان وبكتير من البلدان وحتى بأفريقيا. هالنبتة يلي هي بتشكل أساس طبق الملوخية يلي كتير مشهور وكتير نموذجة بمناطقنا. هلأ رح تتفاجأوا اليوم أنه عدا وزيادة عن استعمالاتها بالمطبخ واستعمالاتها الغذائية، رح نشوف هي قدي عندها استعمالات تانية كبلانت من إلا بلانت تكستيل أو لصناعة وإنتاج الألياف والأنسجة. فإذا بدنا نعرف شوي عن الملوخية، اسمها لكانا بالعربي الملوخية، باللاتيني اسمها الكوركوروس، كوركوروس كابسولاريس أما أوليتوريوس، بالفرنسي منسميها الجوت، الجوت يعني اسم الخيش بالعربي، أكيد كلنا بنعرف وكلنا بنسمع بالخيش. وإذا بدي أخبركم هيك شوي على السريع من وين إجا اسم ملوخية. هلأ اسم ملوخية من ملوك بالعربي، بتخبر القصة أنه كان في ملك حب يزور أهل مدينة معينة وأهل بيت بمصر بالإيجيبت أنتيك، وبالتالي أكيد يعني حضروا له مثل بيفيه كتير فخم فيه رز وفيه كتير من الأطباق، يعني سوب من ورق الملوخية ودجاج ولحمة وكتير أشياء. هلأ بس لو وصل الملك عند أهل البيت بيقول لهم أنه منه قادر يطول ويدوق كل هالأطباق، فست البيت حلت المشكلة وبالتالي جمعت كل هالانجريديان مع بعضهم، يعني جمعت الرز مثل ما بنعرف اليوم بطبقنا مع سوب ورق الملوخية مع الدجاج واللحمة والخبز. لازم يكون في رز. ايه هو هيك معروف، هلا اكيد يعني بكل بلد في رسات معينه يعني بتنعمل منها، بس بالوقت هيك بيقولوا جمعتهم وعطتهم للملك كادش وكثير حب الطبق الملك، ومن هون بنسميها البلايا اللي حبه الملك اما الملوكيه او الملوخيه. هلا هي هيدي النبته موجوده بالإيتا سوفاج يعني بالطبيعه، موجوده باسيا وموجوده بافريقيا، بس بيقولوا انه هلا بتنزرع يعني اكيد بكثير من البلدان، واكثر شيء بهيمن على زراعتها وانتاجها هن بنغلاديش والهند، وبعدين كمان الصين وكثير كمان من البلدان الثانيه كمان بتنزرع فيهم هيدي النبته. يعني هي أكلة مش عربية أصلاً؟ لا هي عرب، يعني هي مش عربية، هي يعني كل البلدان يأكلوا فيها بس كل بلد وبطريقتها الخاصة. مزبوط. هلأ كل بلد بحضر منها رسات معينة، مثلاً بأفريقيا بحضروها، فيهم حضروها مع اللوبيا مع اللقطين، في يعني في كذا رسات إجمالاً منها، بس هي معروفة بهيدي السوب يلي تعطيها لزاجة يعني للسوب تبعها. وطبعا غير الأكل أكيد زي ما حكيتي أو ذكرتي إن فيها حتى حاجات كيميائية وفيها ألياف، ممكن في دول ما تستغلش فيها حتى في الأكل، تستغل فيها في أشياء تانية. خلاص قولي لنا شن مكوناتها الكيميائية. صح. هلا فينا اذا بدك شوي نوصف النبته قبل ونعطي كمان نحكي شوي عن مكوناتها لنفهم اكثر. هلا هي النبته عاده بنعرف انه هي نبته سنويه، طولها بيقدر يوصل لحد الاربع امتار، وبتكون عاده كثير متفرعه. التيج تبع امال ستام هي كثير بيقولوا لها فيبروز، وهي مصدر الالياف بالنبته الملوخيه، يعني بقشره التيج هي كثير غنيه بالالياف. زهرتها مثل ما عم نشوف هلا بالصوره بتقدر تكون هالقد طويله، يعني تقدر توصل لحد الاربع امتار. وراقة اكيد يعني خضر كلنا بنعرف طعمتهم. بتتميز كمان بزهور صفر صغار، وكمان فينا نشوف فيها ثمار كتير بتشبه البامية لأنه هي من زيت العيلة من زيت الفامية تبعو البامية، فيها كتير بزهور كمان أسود. هلأ التيج مثل ما قلت لك هي كتير غنية بالألياف، هي مصدر للألياف، منسميهم الألياف الذهبية لأنه بيلمعوا هيك مثل الذهب مثل الحرير، هن ناعمين بس بذات الوقت كتير قوية، هن بيعطوا هالريجيديتي للتيج تبعها. ومنعتبر أنه الألياف منسميهم نحن لينيو سيلولوزيك، يعني بيتكونوا إذا بنحكي بالشوي كيميائياً من ألياف خشبية من اللينين يعني، ومن ألياف كمان نباتية. والوراق تبعها
هن غنايا بالبروتيين، غنايا فيهم مي اكيد والبيدوغلوسيد، بس كمان غنايا بالمعادن. يعني بس لنقول ملوخيه دغري بيجي على بالنا الحديد، هي كثير غنيه بالحديد، فيها كمان كالسيوم بوتاسيوم وزنك وعده معادن ثانيه. حتى هي غنيه كمان في شغله كثير لازم مهمه نذكرها بالميسيلاج، اما اذا بدنا نقول بالعربي هالمواد اللزجه، هن يلي بيعطوا هاللزاجه وهالسماكه للبلا يلي بيتحضر من الملوخيه، ويلي اكيد عندهم كثير فوائد طبيه. وما بعرف فيها كثير بعد كمان اشياء، فيها كثير فيتامينز، هي غنيه كمان بالمواد المضاده للاكسده. يعني اليوم الدراسات اثبتت قد ايه فعاله بالامراض تبع ستريس اوكسيداتيف، يعني لانه مثلا غنيه بالفيتامين او، غنيه بالفيتامين سي، فيها فلافونويد، يعني هو كومبوزي فينوليك. هيدا اجمالا المختصر عنها. خليتيني بعد الحلقة ممكن نمشي ناكل صحن ملوخية. هي كثير عندها فوائد طبية. أعتقد حتى اللي ما ياكلوش ملوخية بعد ما يسمعوا الكلام هذا أكيد طبعاً هياكلوا ملوخية. يعني كمية فوائد وفيتامينز وألياف وحاجات مش طبيعية يعني موجودة فيها. كثير عندها فوائد طبية، هلا إذا لحقنا بنحكي أكيد عنهم. إيه أكيد طبعاً. وهنحكوا أيضاً على الكيميائية، مكوناتها الكيميائية، وهنحكوا على الألياف، لأن أنا بجاني شعور إنه فعلاً بعض الدول يعني ممكن أنا ما قابلنيش أو شفت دولة تدير في الملوخية مثلا زي نحن زي العرب، فأكيد يستعملوا فيها في استعمال آخر. صحيح. لأنه نحن مثلا مثل ما قلت هي بتنزرع كتير ببنغلاديش وبالهند وبالصين، هول البلدين كتير بيزرعوها لإنتاج الألياف منها، بينما مثلا بأفريقيا أو يمكن شوي هون بلبنان وهيك ما كتير منعرف، يعني بنستعملها أكتر للاستعمالاتها يعني الغذائية مثل ما قلنا، لأنه عن جد هي تعتبر أكيد نبتة يعني غذائية بامتياز لكل هالخواص يلي حكينا عنهم. بس كمان كتير غنية بالألياف مثل ما ذكرنا. هالألياف رح نشوف هلأ شو هن استعمالاتهم المتعددة والمتنوعة، وأهم شيء كيف نحصلوا على الألياف من رح نذكر كيف بنحصل على الألياف. هلأ في معنا فيديو إذا فينا نمرقه أكيد طبعا هنعرضوا الفيديو ونشوف. هي أول شيء نحن بنجي بنقطف النبتة، بنقطف التيج تبعها بعد 4 أشهر تقريبا من زراعتها، يعني بعد بحدود 100 نهار بنجي نحن بنقطف النبتة على أوطى مستوى بالأرض، إذا بدنا نقول على مسافة واطية، يعني بنجي بنربطهم بحزم، بس ليربطوهم مثل ما عم نشوف هون بالحزم بيجوا بينقعون بالماي. هلا بنحكي ليش بينقعون بالماي، بنسميها هيدي الرويساج، هيدي الميثود دو رويساج. هون مثل ما عم نشوف هلا بالفيديو بيجوا بعدين يدويا بيفصلوا هالالياف، بيسحبوا الالياف من قشره التيج، بس ليسحبوهم يدويا بيرجعوا بشيلون بغسلون بمي نظيفة. من بعد ما يتغسلوا مثل ما عم نشوف هلا بيتغسلوا بمي نظيفة وبيرجعوا بينشروا على سطوح، اما بينشروا بمحلات معينه ليتجففوا، بعدين بينربطوا بحزم ويستعملوا للاستعمالات يلي حنذكرها. بس كنت قلت لك قبل عن رويساج، نحن ليه بننقع بالماي؟ بننقع بالماي لنلين هالانسجه اللي فيها، يعني بننقع كمان بحدود اذا بدنا نقول شي شهر او 20 نهار، مثل ما بنعرف الماي بتذوب كل هالمكونات، وبالتالي بيبقى لنا يعني الالياف بس يلي ما بتذوب، صحيح، الماي بتكسر هالليزون دو بيكتين اما هالروابط يلي صلبه، وبالتالي بتسهل عمليه فصل الالياف. وشنو الاستعمالات الألياف؟ يعني احنا شفنا الطريقة، شفنا الفيديو، شفنا كيف ياخذوا في الألياف ومفروض ان هي تنحط في المية. يعني انا زي ما قلت ان في بلدان يستعملوا في الملوخية استعمال آخر، صحيح، مش مجرد أكل وخلاص. الألياف هذه بعد ما ناخذها، بعد ما نطبقوا اللي شفناه في الفيديو كله، او هم بعد ما يطبقوا فيه، شو الاستعمالات اللي نستعمل فيها؟ صحيح. هلا مزبوط ذكرتي كمان، هلا اكيد النبته يلي بتنزرع للاكل بتفرق شوي عن النبته يلي بتنزرع للاستعمالات النسيجيه، اما لانتاج الالياف والانسجه. في عنا نبته الكوركوريس، يعني بتكون فيها تكون مقصله للاكل ولانتاج هالخضره اللزجه،
وفيها تكون مقصلة لإنتاج الألياف، بس لتكون مقصلة لإنتاج الألياف بتكون أطول، فيها هالألياف تبعها مهتيج توصل بحدود الأربع أمتار، وما بتكون كتير متفرعة، يعني ما بيكون فيها كتير وراء مثل النبتة يلي بنزرعها للأكل إذا بدنا نقول، هيديك بتكون أقصر، يعني ماكسيموم طولها بيوصل للمتر، وبتكون فيها كتير وراء أكتر، يعني بتكون أكتر راميفية، يعني مختلفين شوية. إيه يعني سيليكسيون فاريتال، يعني بيبقوا غير فاريتي من كل وحدة فاريتي معينة. هلأ إذا بدنا نحكي عن استعمالاتها، اليوم نحن عم ننبش على ترند، في عنا ترند معين، يعني عم ننبش على بديل للقطن. هلأ ما بنعرف أكيد القطن هو كتير منيح للتياب وللجلد وكل هول الأخبار، بس زراعة القطن نحن بنعتبرها يعني the worst زراعة ever. ليه؟ لأنه القطن هي أكتر نبتة بالعالم تستهلك مي كتير، بتستهلك هي أول شيء، يعني في عنا تقريباً 2.5% من الأراضي بالعالم مزروعة قطن، بس هي بتستهلك بحدود 10% من الأنسكتيسيد و16% من الباستيسيد. فلهالأسباب نحن عم نجرب ننبش على قصص بديلة للقطن، والملوخية هي واحدة من هودي الالترناتيفز، وبالتالي هي بتستهلك كمية أقل من المي، وهي مصدر للألياف النباتية. ونحن بنعتبر أنه الألياف النباتية فيها هي من أرخص الألياف يلي موجودة بالسوق، وهي تاني أهم ألياف من بعد القطن، يعني من ناحية الاستهلاك إن كان الإنتاج كمان وإن كان التوفر. هلأ كمان مثل ما بنعرف أنه كنبتة الملوخية ما بتحتاج لكتير مي ولا لكتير أسمدة أو مبيدات مثل ما القطن بيحتاج لهالكميات اللي قلت لك كتير كبيرة منهم. وعدا عن هيك هي كمان تعتبر كألياف الملوخية هن صديقة للبيئة، يعني عندهم يعني نعتبرها قابلة لبيوديغرادابل وبيوريسيكلابل، يعني قابلة لإعادة التدوير إذا بدنا نقول وللتحليل، فبالتالي هي تعتبر عن جد صديقة للبيئة، ولازم نعتمدها كبديل حتى لألياف سانتيتيك أو مصنعة تاني. فإذا بدي أقول لك من أول الخصائص تبعها، هي كألياف الملوخية بيعتبروا متينين وقوية، لأنه فيهم مثل ما ذكرت من قبل هالينين، أما هالألياف الخشبية، فبالتالي هولي بيعطوها قوة، ومنقدر نستعملها بمجالات التعبئة والتغليف. يعني اليوم مين أشهر من كيس الخيش؟ مثل ما بنعرف يعني هو عطاها هيدي الشهرة للملوخية، يعني هيدا كيس الخيش يلي كلنا بنعرفه من ألياف الملوخية، عم نشوفه هلأ بالصورة، هو من ألياف الملوخية، يعني نحن بنجي بنسحب هالألياف وبنصنع هودي أكياس الخيش. حتى في عنا حبال الخيش كمان في كتير معروفين، فينا حتى نجي نصبغهم كمان بعدة ألوان ونستعملهم لعدة استعمالات، حتى هالأكياس فينا نستعملهم يعني كأكياس قوية لحمل البطاطا والفحم أو هيك قصص تقيلة. مش بس رز وبطاطا حاجات كلها تكون كميات كبيره تتعبى في اكياس الخيش، يعني كلنا ببيوتنا اجمالا الا ما نستعمل اكياس الخيش بعده استعمالات يعني للتعبئه. بس هو كمان بيتميز بغير قصص، يعني هي كالخيش تعتبر ماده عازله للكهرباء وماده عازله اذا بدنا نقول للصوت حتى للحريق وللماء، يعني الكونديكتيفيتي ترميك تبعها كتير واطية، وحتى هي كمان نسبة أنه ترجع تستعيد الماء كمان معتدلة. فهول الخصائص كمان بخلوها تكون كتير مناسبة لنستعملها كمادة عازلة بالبناء، ويمكن نعمل منها قماش بصناعة السيارات، لأنهم مواد عازلة يعني مثل ما ذكرت يعني هلأ. بس مش بس هيك، يعني عندها كمان كتير استعمالات تانية. هلأ مثل ما بنعرف هي ما بتعمل إريتاسيون يعني على الجلد، بس نحن ما كتير بنستعملها للأقمشة الملابس، لأنه مثل ما ذكرت لك فيها كتير ألياف خشبية وخشنة، ومش رطبة، يعني حتى على الجلد هتكون شوية خشنة. صحيح. فنحن مشان هيك فينا نعملها تريتمون اذا بدنا نستعملها لهيدا الغرض، في كثير تريتمون هلا بينعملوا قصص شيميك مشان تصير مرينه اكثر وناعمه واحلى لنستعملها، بس كمان هي قادره تنمزج
مع مواد تانية، يعني فينا نمزجها مع ألياف طبيعية، حتى فينا نمزجها مع ألياف مصنعة، أما مواد غير، وتستعمل كمادة أولية لكن بخلطات لنعمل منها ونستعملها بعدة لكن استعمالات ومجالات. يعني هي فكرة أنه قادرين نمزجها بتخلينا نستعملها مثلا، وحتى فكره لانه فيها هالمفهوم اليوم انه فيها لينين وفيها كمان هالسيلولوز اما هالالياف النباتيه بتوسع شوي افاق استعمالاتها، فاليوم فيها تستعمل بخلطات كماده اوليه يمكن لصناعه الورق او حتى يمكن لعده صناعات، يمكن فينا كمان نصنع منها حفاضات او هول النابكنز والوايبس يلي بنعرفهم فيها تكون داخله بخلطه لتصنيعهم، حتى فينا نستعملها بقماش للمفروشات، يمكن لاغطيه الطاولات، للعديد من الاشياء، يمكن للدعم ولتنجيد العديد من القصص. حتى اذا فينا نشوف كمان معنا صور للستائر، في عنا ستائر بتنعمل من الجوت يعني، او حتى كمان سجاد مثل ما عم نشوف هلا بالصوره، في سجاد اما شوي قماش دعم اذا بدنا نقول للسجاد، وتستعمل كمان بالجيو تكستيل، يعني مثل ما ذكرنا كمواد عازله بمجالات البناء، بس كمان بمجالات الزراعه فينا نجي نستعمل هيدا القماش. تخيلي لانه هو قد ايه خشن وقد ايه فيه هالالياف الخشبيه، قادر يمسك التربه، يعني قادر يحمي ويحافظ على التربه ويمنعها من انه تزحل مثل ما عم نشوف عنا بالصور. حتى كمان بالمجالات الزراعيه فيهم يجوا يستعملوها كبديل للنايلون، لانه مثل ما ذكرنا هي صديقه للبيئه، بالتالي فيهم يجوا يفرشوها ويمنعوا هالاعشاب يعني ما بدنا اياها من انه تنبت. حتى هون طبعا يعني هي تخش في استعمالات عديدة جدا. صحيح. يعني أعتقد ملوخية طلعت في كل بيت موجودة وفي كل محل الألياف متاعها. مشاهدين عرفنا شنو الألياف اللي نستخلصوا فيها من الملوخية، وعرفنا استعمالاتها، وعرفنا أيضا أن هي فيها خصائص كيميائية، ولكن اللي مازال ما عرفناش شيء الطبيه، خصائصها الطبيه اكيد اذا طبعا رفيع احنا الوقت شويه ضيق. صحيح. عندنا، لكن نعطينا حتى لو حاجه واحده بس كده. نعم، هلا هي كثير عندها اكيد منافع، بس مثل الكل النبات اللي غنيه بالمواد اللزجه هي تعتبر مطريه وملينه ومنشطه للجهاز الهضمي، كثير بنستعملها لعلاج الامساك لانه مسهله مثل ما ذكرنا، وكمان تعتبر كثير مضاده لل التهابات ومضاده للحراره، يعني بكثير من البلدان بيستعملوها ليخفضوا الحراره او حتى باوجاع الاسنان، بعده كمان تيب يعني من الاوجاع، يعني هي مضاده للدولار اذا بدنا نقول، وحتى مثلا بلبنان كثير معروفه انه بيستعملوها ليخفضوا من مستوى السكر بالدم، يعني لعلاج مرض السكري، كمنشط كمان للقلب، في بعد العديد من الخصائص اذا بدنا نجي نستر. طبعا احنا يكفي ان احنا ذكرنا اصلا الجهاز الهضمي، يعني الجهاز الهضمي في حد ذاته مليان مشاكل، فيكفي ان هي مفيده للجهاز الهضمي، فهذا معناه ان هي هتحل اكثر من مشكله في الجهاز الهضمي. بس في كمان كثير دراسات اليوم عم تنعمل كونها هي مضاده للاكسده، قد هي كمان قادره تحمي وتكون مضاده كمان لعده انواع من الكونسير، يعني وحتى كثير يعني ببلدان معينه كمان بيستعملوها ليعالجوا الملاريا، ليعالجوا سوء التغذية، قد ما شفنا هي عن جد غنية بالمواد الغذائية، فيتامينز ومعادن وعدة أشياء. صحيح. طبعا معلومات كلها جديدة، حاجات ما نعرفوهاش عن الملوخية، الملوخية طلعت مليانة فوائد ومليانة حاجات أكثر من هي تكون مجرد أكلة معروفة عندنا احنا في العالم العربي. شكرا لوجودك معي رافيلا، شكرا لمعلوماتك، هلبة استمتعت واستفدت جدا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا مشاهدينا. هذه كانت نهاية فقرة بيئتكم، خلونا نمشوا لبريك وبعدها نرجع نكملوا باقي فقراتنا. رحب فيكم كل المشاهدين، مثل العادة نتلاقى سوا، وإذا بدكم نبني صورة من الرياضة منجرب قد ما فينا نعمل كوميونيكيشن، لأنه مني من نوع المدربين الرياضيين يلي بطلب منكم تعملوا مثلي، أنا بهمني أكتر تفهموا ليش عم تعملوا مثلي، لأي إذا بدكم طريقة للتواصل فيكم تكونوا عم تتصلوا فيي على info@amindeep.com رح يبين على الشاشة، هو عنوان بريد الإلكتروني،
امين ديب اندرسكور اوفيشال هو انستغرام بيج تبعيتي، فيكم تبعتوا لي دايركت مسج. عم نجرب قد ما فينا كل المواضيع يلي بتوصلنا ويلي عم تنطلب منكم انه نقدر نعالجها او نحكي عنها، عن عضلات معينه نقدر نعمل حركات رياضيه لها، عم نكون عم نلبي هذا الطلب اكيد ضمن الاولويات. على كل حال كثير بشرفني انا اكون عم بطلع وعم طلع على الجمهور الحبيب بليبيا، بمصر، بالعالم العربي واكيد بلبنان، لسبب كثير بسيط، لانه الرياضه هي جزء من حياتنا، لانه البروجرام اسمه حياتنا على وسط تي في. نحن بنجرب قد ما فينا نقدم لكم ثقافه رياضيه كلنا بحاجه لها. مثل ما تعودتوا ببعض المرات، روب عم بكون عم بيساعدني بالحركات الرياضيه يلي بنأديها. اليوم رح نشتغل على شيء اسمه ايكولايزر. ايكولايزر هي نوع، او ممكن تعرفوا او تسمعوا اسمها باسم بارالل بار، يلي هي هيك بتنحط لما تكون عم تشتغل سوا، مشان هيك بيقولوا لها بارالل بار. اليوم رح نتعلم للناس اللي عندهم حيالله بارالل بار بالبيت كيف يقدروا يستعملوا، لانه انطلب عبر ايميل من محمد من مصر، نشرح له شوي كيف ممكن نشتغل على بارالل بار او على ايكولايزرز مثل ما نحن بنقلها. رح نكون عم نشتغل على حركات اثنيناتهم سوا او حركات كل وحده لحالها، لنكون عم ننوع لك بالحركات يا محمد. من هون رح نبلش بحركه بوش اب راب. نحن عملنا ورم اب، عملنا ستريتشنج قبل ما نبلش. بنبلش بالحركه، الفرق انه اليوم الايدين منن فلات على الارض، الايد مثل ما شايفين روب عامل كامش بهالطريقه، الكمشه اكيد لازم تكون قويه مثل ما شرحنا بحلقات سابقه. 10 مرات روب، 1 ظهر جالس، 2 3 راسي جالس كمان، 4 5 6 7 8 9 10. بجرب ما نزل راسي اكثر من جسمي، نزال شوي لتحت روب، بعد بعلي راسي شوي، ذاتس ات، اوكي؟ اب لفوق، جريت. الحركة الثانية بدنا نعملها اسمها ستاند ستيل، وهي مشهورة كثير لا وبتنربط مباشرة بالبارلل بار أو بالإيكولايزرز. بدنا نعمل بوش أب ستيب انسايد يلي شايفينها الهيدا، مع وقفة لفوق، وبنكرر كمان الحركة. بوش أب ستيب لجوا اب. هلا اذا فينا نعمل جمب ستيب لجوا بكون كثير منيح بالاجرتين. اكزاكتلي. اذا كانت هالحركه صعبه نعملها كل ستيب لحالها لجوا. 3 مور، 4 كمان، 5 6 7 8 9 و 10. عظيم. بنريح الايكولايزرز على الارض. اذا بتعرف يا محمد كميه العضلات اللي عم بتكون عم تتداخل مع بعضها وعم تتعاون مع بعضها لتؤدي هالحركه، عندك عضلات الصدر، عضلات الظهر، عضلات الاكتاف من الميله الاماميه، عضلات الترايسبس، عضلات المعدة اللي عم بتثبت الجسم لتقدر تعمل هالحركة. لما نكون عم نعمل ستاند اب لفوق، عضلات الإجرين، اليوم أهم الحركات الرياضية اللي ممكن نأديها هي الحركات الرياضية اللي بتجمع كل العضلات وبتخليهم يشتغلوا بطريقة إذا بدك بطريقة متناسقة كل الوقت اللي عم نأدي فيها الحركة. الحركة التالتة رح تكون باك بول. رح نعمل نستعمل هلأ البارلل تو إيكولايزرز، رح نشرح الحركة شوي شوي. روب رح يوقف بهالميلة، رح يكون عم بيقعد ولكن عم بيترك منطقة الحوض برا، عم بيرجع يحط ايديه مطرح ما فيه المسكات الديزاين. برجع بذكر انه الاصبع لازم يكون مسكر من هون، لوك فينجر من له. هلا قبل ما يبلش يعمل الحركة روب نزال شوي هيك لتحت ليكونوا ايديك دغري للارض. هلا منعلي منطقة الحوض قبل ما يطلع بالحركة، بوسع اجريه شوي روب، ومن هون منبلش نأدي الحركة. 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 بنشد المعدة منيح، 7 والراس ما بيطلع كثير لقدام، 9 و 10. بيرفكت. هون عم نشتغل على عضلات الظهر، عم نعمل بولينج اكزرسايز، عم نسحب جسمنا لمنطقة الأعلى، مما عم بخلي عضلات الظهر انه يعملوا كونتراكشن
ويشتغلوا. رح نشتغل حركة هلا تعتبر نسبيا صعبة، وهلا بقول لكم ليش. رح يفرجيكم، رح يعمل ديمونستريشن روب من قدام. روب بدنا نعمل توكس لقدام. الأرض شوي بتزحط عنا، ولكن قد ما فينا عم نشتغل من هون. رح يجيب روب ركابه لجوا ويشد عضلات المعدة بنفس الوقت، عضلات التشاست، عضلات الظهر، عضلات الترايسبس، عدة عضلات يا محمد عم تشتغل لتكون بمثابة رافعة لهالحركة. روح روب 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. بيرفكت. نرجع عنا حركة كارديو فاسكولر من هون. حركة كارديو بتحاكي القلب، الرواية أكيد، والشرايين، وعامة الدورة الدموية. Let's go. 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. هدول باقي من الحركات، مجموعة من الحركات يلي اخترناهم لإلك يا محمد روبو، أنا كرمال نقدر نفرجيك شوية كيف نقدر نشتغل على الإيكولايزز أو البارالل بار. رح نرجع نعيد الحركات. إذا بتعرفوا أنا أكثر ما فيي بشتغل على مجموعات، لأنه اليوم كل ما نعيد الحركة، كل ما نصير متمرسين فيها، كل ما الحركة نأديها بطريقة صحيحة، بنبعد عنا خطر الإصابة. لأنه اليوم التدريبات الرياضية على أهميتها الفائقة جدا، إذا منأدي الحركات الرياضية بطريقة خاطئة رح نكون عم نأذي حالنا في إصابات بنحملها معنا لمدة طويلة. هون بيلعب دور كتير مهم الثقافة الرياضية والمدرب يلي بكون عم بيهتم فيكم أو يلي عم بيعطيكم نصائح. رح نرجع نعيد الحركات مع بركي شوية تعديلات. يعني اليوم بالطق يلي عملناها بآخر حركة أو قبل آخر حركة رح نكون عم نعدل عليها شوي، بركي نعملها أكثر أصعب. شو رأيك؟ يلا Let's go. عندنا بوش اب عادي هلا 10 مرات، تذكر ما تنزل الراس للاخر لقدام وخليه متناسق مع سلسله الظهر. Let's go. شد المعدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نرتاح شوي، منخلي يا محمد بين حركة والتانية تقريبا 10 ثواني لترجع تريح حالك وترجع تبلش بالحركة اللي هي بتكون تالية أو بعدها. رح نرجع نعمل هلا ستاند ستيل. أوكي، خود راحتك، خود ريحتك، وفينا نبلش هلا الحركة لقدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. بيرفكت. بعطيك انا كثير كريدت كبير يا روب، دائما بالحضور بالحركات كيف تأديهم وبالباشن اللي عندك اياها للحركات الرياضيه بالمجمل. رح نكون هلا عم نشتغل باك، نستعمل الاثنين، واليوم عم كون شوي انا تقني بالطريقه اللي عم بشرح فيها الحركات. منطقه الحوض لبرا شغله اساسيه، لانه اليوم كل ما جسمي من الوسط يكون جوا، ايدي ما رح يكونوا نازلين بطريقه نزول صوب الارض، رح يكونوا مايلين من ما مش رح يخلوني أدي الحركة بطريقة مظبوطة. المبدأ اليوم تبع السحب لفوق إنه يكونوا إيدي نازلين كرمال أقدر شيل وزن جسمي بطريقة صحيحة. 10 مرات، 1 2 بطلع أكثر، 3 4، المعدة مشدودة، 5 6 7 8 9 و10. بيرفكت. تك جمب هل أو التك على الإيكولايزر إذا بدي زيد صعوبة هلا، في يكون عم جرب حط إجر هون وإجر هون،
عم بستعمل 2 ايكولايزرز بنفس الوقت. وي جو 1 2 3 4 5 6. خليني اظبط لك اياهم شوي من هون. جو هاد 7 8. تو مور 1 مور. بيرفكت. خليك فوق شوي اذا فيك، اذا فينا روب. فيك تعمل مره يمين مره شمال، جربها مره يمين مره شمال. مور اند مور. بيرفكت. كمان مرتين يعطيك العافيه. جريت. ننزل لتحت. بعد بكون عندنا حركه وحده اليوم. محمد اذا هلا اكيد عم تحضرنا، بتشوف قديش فيك تنوع حول الحركه. يعني بركي نحن نعطيك حركه اسمها بوش اب، ولكن انت تكون عم تطلع منها شوي، تعمل عده اشياء تزيد عليها، تنقص من الصعوبه تبعيتها او تزيد الصعوبه تبعيتها. هذه بتوقع بخانه من الا نحن التعديلات اللي بنجريها على الحركه الاساسيه بنعدل فيها لتكون هينه، او بالتالي فينا نعدل فيها لتصير اصعب. اليوم انتم بتعرفوا نحن بنعطي الحركه في من كل انواع الناس اللي عم بيحضرونا لما يتعلق باللياقه البدنيه. في ناس عندها لياقه بدنيه كثير عاليه، ممكن تكون الحركات اللي عم نعملها هينه لها. ممكن ناس تاني عم تحضرنا عندها لياقه بدنيه متواضعه، لانها بكل بساطه ما بتتمرن ما بتمارس الرياضه، فبكونوا هالحركات كثير صعبين لها. مشان هيك مبدا التعديل مبدا اساسي. روب لحن انا وروب، او روب وانا رح نرجع نبلش بثالث سات. انا رح اقول لكم get in shape stay in shape، لانه وقتنا صار عن النهايه، بس عزايي الوحيد انه رح ارجع التقي فيكم قريبا جدا. get in shape stay in shape. Thank you. رجعنا لكم من جديد مع اخبارنا الرياضيه. اكيد نمشوا لاول خبر بتول، واللي بتول طيب فرح، واللي اكد رئيس لجنه المسابقات باتحاد الطائره عبد الوهاب زوبي ان فريق او فرق الاشعاع والهدى والوحده والزنتان وناصر تاهلت للمرحله، بطلي ضحك لانه جديات انت تخلينا نضحك، للمرحله الثالثه والنهائيه للصعود الى ممتاز الكره الطائره الموسم الرياضي 2019-2020. زوبي قال انه سينضم اليهم المتاهل عن المجموعه الاولى، واللي تضم فرق بدر والبراق والاتحاد بالكفره. والمرحله النهائيه ستقام بنظام التجمع من مرحله واحده، ويتاهل اول وثاني الترتيب للمسابقه الممتازه. احنا ممكن الحلقات اللي فاتوا كنا نتكلموا فرح على ان التمثيل الليبي الرياضي، او ان الرياضيين الليبيين ممكن فتره اضحكي والله ما تخليهاش تخلينيش افضح الضحك من حكمل اخر حلقه هيك. المره اللي فاتت كنا نتكلموا على التمثيل الليبيين في الرياضه يعني. يلا كمل تضحك. فهمتك. مع وضع البلاد اللي صعب والوضع اللي قاعده صعبه، قاعد في محاولين الانديه بكل الاشكال، وقاعدين يحاولوا، والانديه اللي موجوده قاعده تتحدى بعضها صح على مستوى محلي. ممكن حتى بشكل بسيط، وانه يكون في تاهل، وانه يكون في موسم رياضي لكره اليد وغيرها من النشاطات الرياضيه. هذا بحد ذاته تحدي للاوضاع اللي قاعده صايره يعني. طبعا احنا قلناها وديما نقولوا فيها، والحلقه اللي فاتت قلناها انه مش خلاص يعني مش نهايه الدنيا، واحنا متعودين يعني، احنا مرينا بحاجات أسوأ من هيك، مش معناها خلاص هنوقفوا في مكاننا ومش هنكملوا. خبر ثاني يقول معنا، اشارت صحيفه ديلي ميل البريطانيه ان رواتب لاعبي نادي مانشستر يونايتد ستنخفض بنسبه 25% في حال فشل الفريق الانجليزي في التاهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم القادم، من خلال احتلال احد المراكز الاربعه الاولى. وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الأمر قد يساهم في حصول نادي ريال مدريد الأسباني على متوسط ميدان اليونايتد الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يسعى النادي الملكي إلى ضم أكثر من لاعب إلى الفريق، وعلى رأسهم لاعب نادي تشيلسي البلجيكي إيدين هازارد ولاعب اليونايتد بول بوغبا. فترة انتقالات هلبة بشكل كبير قاعدة تصير، انتقالات ورفع رواتب وانخفاض رواتب وناس تشكي وناس وصفقات قاعدة تصير. ايه لانها شفتي هذا، وامتى ما يصيرش. قلنا دائما الموضوع متأثر اصلا، الفريق لو فاز او النادي حسوا
السبونسر او الداعمين لي انه هو قاعد ينجح وقاعد يمثل فيهم بطريقه صح، فاكيد راح يزودوا موضوع الفلوس لي او الدعم لي. لكن لو صار العكس اكيد راح يكونوا انهم هم راح يقللوا، لان في فلوس قاعده تنصرف سواء كان على اللاعبين او حتى على النادي، لانه في الاخير بكل قاعدين في ملايين ينشروا من اللاعبين. نمشي للخبر الاخير واللي لم يستبعد ارسن فينجر مدرب ارسنال السابق العوده الى التدريب، وسيرحب بالانتقال الى الدوري الايطالي، هذا وفقا للمراسل المحلي في كويري دي لا سيرا ماريو سكونشيرتي. وقال في هذا الاطار نقلا عن مصادر قريبه من المدرب الفرنسي تاكيدها ان فينجر سيكون سعيدا جدا بالتدريب في ايطاليا، وتابع قائلا شخصيا استطيع رؤيته يدرب في فيورنتينا او سامبادوريا، ويقوم فينجر بنشاطات اعلاميه منذ مغادرته فريق الجانجرز في نهاية الموسم الماضي. قاعدة في نشاط في الدوري الإيطالي بشكل كبير، مدربين جدد قاعدين يرجعوا، مدربين قدم عندهم خبرة قاعدين يرجعوا ويمثلوا في أندية كبيرة. زي ما قلنا الفترة أو اليومين اللي فاتوا أن الدوري الإيطالي قاعد ينشط فروحها من جديد، يعني بالأسماء اللي موجودة فيه سواء كانت شابة أو حتى بالأسماء الإيطالية القديمة، يعني كمدربين أو كمساعدين يعني. هادو كانوا أخبارنا. بالسلام لليوم، أخبار خفيفة وبسيطة وفي نفس الوقت غيرنا بها الجدية شوية. نمشوا البريك وبعدها نرجع نكملوا باقي فقراتنا، تمشوش بعيد.